لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا، أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، شركة تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم عم تسمعونا، تحية الصباحية للجميع وأينما كنتم نحييكم عبر شبكة وطن الإعلامية في نهار يوم جديد. وهذا اليوم هو الثلاثاء 20 من أيلول للعام 2022 وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. طيب، بالخير وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب، الفرج من الله في كل شيء في ظروف هذه البلد التي نعيشها اليوم. صباح الخير لكم من طاقم عمل البرنامج، الزملاء خالد نجاس، محمد ريان، هادي بعران، ومني ريم العمري. أطيب الصباحات. صباح الخير يا فلسطين، صباح جبينك العالي بكل طلعة شمس ونهار. طيب، يعني بداية بدي أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن اف ام على الموجة 99.2، عبر أيضا الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل اللي معنا مباشر. أرقام الهواتف 0229-66-195، 0229-66-197. البلد وحال البلد وظروف البلد. سنبدأ معكم من آخر الأحداث والمستجدات في نابلس وما يحدث هناك بعد مواجهات بين المواطنين والأجهزة الأمنية إثر اعتقال الأجهزة الأمنية للمطلوب الأول للاحتلال مصعب إشتية. أيضا توفي مواطن وهناك إصابات خلال الاحتجاجات في نابلس. سنشاهد معكم إذن هذه المشاهد التي تصلنا تباعا من نابلس حول الأحداث الأخيرة بعد طبعا الآن دوار الشهداء في نابلس. يعني تقريبا بدنا نحط بس الفيديوهات أول نشوف آخر الأخبار من هناك. هذه الصورة من نابلس تصلنا قبل قليل. الآن دوار الشهداء في الوضع غير مطمئن إذن في نابلس. ينضم لنا الزميل سامر خويرة من نابلس. سامر صباح الخير، أهلا بك معنا.
صباح الخير يا ريم، وصباح الخير لكل المتابعين والمستمعين الكرام. تحياتي لك سامر. الوضع غير مطمئن بعد وفاة متوتر جدا. نعم، بعد وفاة مواطن يعني فراس يعيش، وأيضا بعد اعتقال للأجهزة الأمنية لمصعب شتي، هناك مواجهات. ما هي الصورة لديك؟ ويعني حبذا لو تشرح لنا ما الذي حدث منذ الصباح. نعم، احنا سنبدا بما جرى في ساعات مساء امس. نعم. امبارح ليلا خرجت معلومه عن قيام الاجهزه الامنيه الفلسطينيه باعتقال المطلوب للاحتلال الاسرائيلي عنصر في كتائب القسام، احد قاده مجموعات تعرين الاسود، مصعب شتيه. مصعب هو من الاشخاص المطلوبين من تقريبا عام ونصف، وكان هناك اكثر من محاوله لاغتياله واعتقال اسوه بالشهداء رحمهم الله، على راسهم ابراهيم النابلسي. امبارح الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد عملية تتبع استطاعت الوصول إليه، كان في سيارة مدنية هو وشخصين آخرين في منطقة قرب كلية الروضة، هي قريبة جدا على محافظة نابلس، على مقر المقاطعة المحافظة. حسب والده أنه هو اعتقد أنهم قوات خاصة فرفع مسدسه، لكن عندما علم أنهم فلسطينيين أعاد مسدسه وتم اعتقاله ونقله إلى المقر المقاطعة. قيل إنه على ذمة جهاز الأمن الوطني، وقيل إنه على ذمة جهاز الوقائي. بكل الأحوال خلال هذا الأمر بدأت احتجاجات عنيفة جدا شهدتها نابلس، أولا من مجموعات عرين الأسود ذاتها اللي هو مصعب اليوم تقريبا يعني المسؤول الأول عنها. خرجوا إلى الشوارع، بدأوا بإطلاق الرصاص في الهواء، توجهوا إلى مقر الشرطة الفلسطينية في شارع فيصل الشارع الرئيسي، هناك صار في إطلاق نار، صار هناك عدد من الإصابات، منهم طبعا فراس رحمه الله. فراس كان حسب التفاصيل مار في الطريق، رجل عمره 57 سنة أصيب برصاصة في رأسه. بعد ذلك انتقلت المواجهات إلى منطقة الدوار وسط المدينة، وأصيب عدد من المواطنين منهم المهندس أنس عبد الفتاح. أنس هو في سنته الأخيرة في كلية الهندسة وهو من الناشطين الطلابيين. وضعه صعب سامر. نعم وضعه صعب للغاية، يعني هو الآن في غيبوبة كاملة، هو في غرفة العناية المكثفة. أصيب برصاصتين، الرصاصة اللي اخترقت خاصرته أدت إلى تهتك كامل لكل الأحشاء الداخلية، للأمعاء، للكبد، للكلى، المثانة، الجهاز البولي كله. وحسب ما نشر يعني أنه متوقع إن قدر الله له عمر سيعيش في حالة شلل نظرا لخطورة الإصابة. طبعا رصاصة أخرى في يده، أصيب خلال المواجهات اللي كانت على دوار الشهداء أمس. بدأت الأمور تتصاعد أكثر في ساعات الليل، مع ساعات الصباح الباكر كانت وسط المدينة عبارة عن ساحة حرب إن صح التعبير، إطلاق الرصاص من كل الاتجاهات، عشرات المسلحين في البلدة القديمة في محيطها في منطقة رأس العين، طبعا مع بدء حركة المواطنين والمدارس والمؤسسات. طبعا تم إغلاق الطرق الرئيسية، تم إشعال إطارات مطاطية. هذا اللي بدي أسألك، يعني في دوام في المؤسسات، في دوام في المدارس اليوم؟ المؤسسات اللي وسط المدينة وقريبة على منطقة الحدث لا ما فيها دوام، يعني بلدية نابلس على سبيل المثال، المجمع التجاري، شركة الكهرباء، هذول ما فيهم دوام. الوزارات اللي في البناية نفسها اللي هو فيها راديو حياة نفسه، في حوالي 6-7 وزارات كلها معطلة لأنه ما كان في إمكانية الوصول أبدا. مدارس كثيرة خاصة أعلنت عن اعتذار عن استقبال الطلاب، جامعة النجاح حولت الدوام للدوام الإلكتروني، مثل ما ذكرت البلدية، شركة الكهرباء، في عدد من المؤسسات أعلنت عن عدم الدوام اليوم. نعم، يعني حتى هذه اللحظة يستمر إطلاق النار، يعني وهل صحيح هناك تواجد للأجهزة صحيح الأمنية؟ ما بين الفينة والأخرى بنسمع بالعامية صليات رصاص من أكثر من اتجاه، إطلاق نار كثيف في كثير من المرات ريم. الأجهزة الأمنية متواجدة، نعم متواجدة في محيط منطقة الدوار وقرب مركز الشرطة، في عدد من الشبان كانوا متواجدين قبل حوالي نصف ساعة من الآن في محيط المنطقة هناك. هلأ حاليا في هذا الوقت يعني نسبيا الأمور هادئة، لو إن رايحة الأمور كان في حديث عن اجتماع للقوى والمؤسسات والفعاليات الساعة 10 في بلدية نابلس، ما بعرف إن بقي على حاله ولا لا. يعني خلال انتظاري لاتصالكم أجريت اتصال مع أحد الأشخاص المنسقين على هذا الاجتماع، ما رد على تليفوني حتى أشوف هل ما زالت مؤسسات نابلس عندها نية لعقد الاجتماع ولا لا. عندنا أسئلة كثيرة، السؤال هو مثلا جنازة
يعيش، كيف ستكون، متى ستكون، ما موقف العائلة أيضا، ما تضحط الأمور بعد في موقف في موقف من عائلة مصعب شتية. نعم طبعاً. إنه لأنه يعني في أخبار قالت إنه سلم نفسه، فهم يعني أصدروا هذا البيان توضيحي ونفوا وقالوا إنه الأجهزة الأمنية اعتقلت ابننا في كمين ولم نسلمه أو نطلب اعتقاله. هو على ما يبدو تم يعني متابعته مثل ما ذكرت، وخلال يعني تأكدهم من تواجده في هذاك المكان تم نصب كمين إله وإيقاف سيارته واعتقاله واعتقال شخصين آخرين. حتى الآن حقيقة ما في تأكيد عندي أنا على أسمائهم، لأنه صار تضارب في المعلومات بشأن أسمائهم، لكن على ما يبدو هو المستهدف بالدرجة الأولى مصعب وليس الأشخاص اللي رفيق من عائلة طبيلة أيضا كان برفقته وتم اعتقاله بحسب بيان العائلة أيضا سامر. ممكن يكون نعم عميد يعني عميد طبيلة نعم، لأنه ذكر أكثر من اسم وبعضهم نفوا. فبالتالي المهم القصد ريم إنه هو المستهدف مصعب. طبعا الأمر بالنسبة لأهل نابلس يعني كان محسن جدا لسببين. السبب الأول لأنه كان متوقع يكون اعتقاله أو اغتياله على يد الاحتلال الإسرائيلي، لأنه الاحتلال بيحرض على نابلس من فترة طويلة. صحيح. وكان في حديث يعني خلال الأيام الماضية عن عملية عسكرية، عن اجتياح، عن مداهمة للمناطق اللي بتواجدوا فيها، وبالتالي ناس كانت نفسي يعني داخليا ما هي نفسها لحدث متعلق بالاحتلال. لكن إنها يعني يأتي على يد السلطة، هذا الأمر كان محزن جدا. إضافة طبعا أنه هو بيجي بحسب كثير من الناس نتاج مباشر للاجتماع الأمني اللي ضم حسين الشيخ وماجد فرج والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اللي نشر عنه وقيل أنه كان الطلب من السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك في نابلس وفي جنين لإنهاء هذا الملف. وبالتالي الترجمة الفعلية له تمثل باللي صار مبارح في نابلس. الآن الأمور ما حدا بيقدر حقيقة تتكهن لوين رايحة. ما في موقف رسمي ابدا حتى هاي الدقيقه، لا من المحافظ ولا من الاجهزه الامنيه، ما في اي موقف نهائيا. ما هذا ما كنت اود ان اسالك عنه، في اي موقف من الامن، تصريح من مسؤولين من الاجهزه الامنيه، بيان توضيحي لما حدث لم يصدر حتى اللحظه؟ لا لا، حسب معلوماتي انا شخصيا ما صدر اي شيء نهائيا حتى هاي اللحظه. يعني انا تبعنا وشفنا ما صدر اي موقف يعني. واحنا حاولنا نوصل لطلال دكات المتحدث باسم الاجهزه الامنيه، ايضا هاتفه مغلق، نحاول الوصول لأي جهة رسمية للحديث عما جرى، أيضا لا يمكن الوصول لهم. يعني نشاهد معا الآن سامر شوارع نابلس، إطارات مشتعلة، الشوارع يعني تقريبا شبه مغلقة، هناك الحجارة على الأرض. صحيح صحيح. يعني الوضع مثل ما ذكرت، الوضع وسط نابلس متوتر جدا، لأنه إطلاق الرصاص ريم مستمر كثيف. وأكيد انتبهتوا أنه زميلنا أدهم الخروبي فراد حياة كان على الهواء عندما احترقت الرصاصات الاستديو، يعني وربنا قدر أنه زميلنا عبود صحيح كان على الهندسة الإذاعية. يعني الرصاصة بعيدة عنه أقل من متر. ألف سلام على زملائنا. يعني المكان خطير جدا، لأنه برضه ضبطه صعب. أنت ما بتقدر تقدري شو اللي عماله بيصير، وين اللي مين المقائم على الموضوع، إطلاق النار شو سببه، وين يعني. وزي ما فهمت منك لسه في دوريات لأجهزة الأمن في نابلس. متواجد صحيح. متواجد المدينة يعني قبل حوالي نصف ساعة كانوا متواجدين قرب مستشفى الوطني والمدخل اللي بيؤدي لمنطقة الدوار وسط المدينة، وكانوا ساعات الصباح في محيط منطقة الدوار. أكيد برضو انتبهتي لمقطع الفيديو للدورية وهي صحيح في منطقة الدوار وتتعرض لرشق حجارة. نعم شاهدناها قبل قليل. طب في بلاطة، الوضع في مخيم بلاطة وفي بلاطة، كيف الوضع؟ كان هناك مناوشات، يعني إن كانت الكلمة دقيقة، في مخيم بلاطة، في أكثر من منطقة برضو في محيط نابلس. الآن هادئة الأمور. إغلاق طبعا الطرق هو يعني عن مدخل مخيم بلاطة شارع القدس، كان في إغلاق في ساعات الصباح، كان تحويل السير لأكثر من اتجاه. داخل المدينة كان طبعا هناك عركسة كبيرة لحركة السير بسبب إشعال الإطارات وإغلاق الطرق من الشبان، خاصة مع ساعات الصباح وذروة السيارات وباصات الأطفال وكل هذه الأمور. الآن نسبيا أهدأ الأمور، لكن إلى أين تذهب؟ هذا السؤال، إلى أين ستذهب اليوم الأمور؟ يعني لا زالت حالة الاحتقان ربما. نعم أيضا. هل سيكون هناك تشييع للجثمان؟ نعم. حالة الشبان المصابين، يعني أي تطور على حالتهم أعتقد راح تنعكس على الشارع بشكل سلبي. طبعا على الشارع بشكل سلبي. في يعني بشكل عام متوترة جدا الأوضاع في نابلس. الحدث كان مفاجئ، صادم بالأحرى، وصادم جدا يعني فيما يخص اعتقال
الأجهزة الأمنية لشخص مطلوب للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني عائلته نفت أنه سلم نفسه وطالبت به. طبعا هو مريض للعلم، هو مريض حسب معلوماتي، إما أنه يعاني من سكري وإما ضغط، وكان معتقل أكثر من مرة لدى الاحتلال. عائلته أكدت أنه بتناول دواء بشكل دائم، فبالتالي أيضا هذا الأمر زاد من احتقان الشارع تجاه اعتقاله من السلطة. خيرا وسلاما على نابلس وعلى فلسطين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي سامر خويرة من نابلس، حدثتنا عن آخر التطورات. طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، عربي بينعم بالحرية بس بشرط يكون بطاطي. ناس المرسيدس بتسوق تاكل مشوي مع مسلوق، ناس بتركب عالخازوق بتقلك سبحان العاطي. طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، عربي بينعم بالحرية بس بشرط يكون مطاطي. طبعا كل هذه الأحداث تحدث في نابلس وسط غياب للرواية الرسمية كما قلنا، ولا بيان للأجهزة الأمنية ولا بيان لأي رواية رسمية حتى هذه اللحظة، ولا أي بيان. الشارع في حالة غضب واحتقان. جاء هذا كله بعد حديث الإعلام العبري منذ أيام، وخاصة حديث قادة الاحتلال المتكرر حول ضعف السلطة في ضبط الضفة الغربية. تحدث الإعلام العبري عن ذلك، تحدث قادة الاحتلال عن ضعف إمكانيات السلطة في الفترة الأخيرة، وكان نتيجة ما حدث اليوم في نابلس. طب يعني سنبقى معكم أولا بأول عن ما سيحدث وما ستقول إليه الأمور حتى اللحظة. إذن وفاة مواطن بحادثة مؤسفة نتيجة إطلاق النار، حيث اخترقت رصاصة رأسه، المواطن 57 عام عمره، اسمه فراس يعيش. إصابة آخرين من ضمنهم إصابة الشاب أنس، إصابة يعني خطيرة جدا وربما ستؤدي إلى شلل نصفي. أيضا اعتقال الأجهزة الأمنية لمصابة صعب شتي ورفاقه بحسب أيضا بيان عائلة المطلوب لدى الاحتلال المعتقل مصعب شتي. سنتواصل معكم لكن بعد الفاصل. أيضا هناك تطورات خطيرة تمر على ملف أزمة جامعة بيرزيت، يبدو أن الأزمة تتعمق. نقابة العاملين والأساتذة أعلنوا الإضراب عن الطعام، سيكونوا معنا في الاستوديو. تدخلت أيضا يعني مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع، وأيضا سينضم لنا في ملفنا الذي نفتحه بشكل موسع الآن أولياء أمور طلبة جامعة بيرزيت، لديهم ما يقولون في هذه الأزمة. بعد الفاصل سنفتح الملف، تفضلوا بالبقاء معنا. ليش القحط عم شفت والخير شيل وابتعد، وبتسأليني يا بلد لأن النوايا تغيرت وصارت أناني وحسد، وصار اللي عنده 4 مليون يتمنى بعد
الإذاعة سمع الرعد يزعل إذا ابتل الطريق بالشتاء ولا برد وصار الوطن سلت خبز والفار أكبر من أسد وصار الحرامي أشكر يسرق ولا يخشى أحد لأنه بصراحة مرتكز عنده بكل زقة سند مثله حرامي مرتشي وتقاسم خير البلد وبتسألي موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء. طيب أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين معنا عبر شبكة وطن الإعلامية أينما كنتم، نحييكم من جديد. أزمة جامعة بيرزيت من الواضح أنها تذهب إلى أن تتعمق الأزمة أكثر، آخر التطورات في الأزمة بعد نداءات من أولياء أمور الطلبة بأن تحل هذه الأزمة بين النقابة وبين إدارة الجامعة حتى يتسنى للطلاب الذهاب إلى جامعاتهم بانتظام الدوام أيضا. لكن بالأمس عقدت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت مؤتمرا صحفيا من أمام بوابة الجامعة، أعلنت خلاله بدء دخول أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة في بيرزيت بإضراب مفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبها. في هذه الأزمة أيضا تدخلت مؤسسات المجتمع المدني في محاولة للوصول إلى مبادرة لحل هذه الأزمة. نفتح هذا الملف اليوم بالبداية مع الدكتورة لينا معاري معنا في الاستوديو، رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أمورك تمام؟ تمام. بس الوضع في الجامعة يمكن مش تمام. صحيح. والأمور واضح أنها تقول إلى مزيد من التصعيد، يعني وخاصة بعد يعني المؤتمر الصحفي اللي عقدته بالأمس من أمام بوابة جامعة بيرزيت. إذا جاهز معنا ممكن نشاهد بعض اللقطات زملائي من هذا المؤتمر الصحفي من أمام جامعة بيرزيت. تحية وطنية نقابية وبعد. يخوض العاملون في جامعة بيرزيت نضالا نقابيا صونا لحقوقهم
نحن وصلنا إلى طريق مسدود. نحن نطالب إدارة الجامعة بالالتزام بالحقوق. نحن نقول أنه لا يمكن المساومة على الحقوق، ولكن نقول لإدارة الجامعة أن المطلوب منها هو الالتزام بهذه الحقوق، ومن ثم الجلوس للحوار حول آليات التطبيق. لكن للأسف إدارة الجامعة ترفض الاستجابة حتى للحقوق، تدعي بأنها طبقت الاتفاقية، وبالتالي لم يعد هناك أي إمكانية للتحاور حول أي شيء، وبالتالي جاء هذا التصعيد اليوم أملا منا في أن نقصر مدة هذا التعطيل، لأن حرصنا على طيب. إذن هذا أبرز ما جاء في كلمتك بالأمس أمام جامعة بيرزيت. لماذا ذهبتم إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام؟ يعني يمكن هي سابقة أن تقوم نقابة موظفين في الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام دكتورة. نعم، إجابة على هذا السؤال تحديدا أود الإشارة إلى أن إدارة الجامعة بدل الاستجابة للمطالب، وتحديدا بعد نقاشات مع مجموعات كبيرة بما فيها من المجتمع المدني، الذي طلبنا فيه إدارة الجامعة بالالتزام بالحقوق ومن ثم الجلوس للحوار حول آليات التطبيق، فبدل من الاستجابة ومن ثم الجلوس للحوار ذهبت إدارة الجامعة باتجاه لنقل لضرب العمل النقابي ومعاقبة النقابيين والموظفين جميعا. كيف عاقبتهم؟ شو المعاقبة؟ أمس الاثنين 19 أيلول أصدرت إدارة الجامعة بيان للموظفين بأن رواتبهم ستكون 50% في هذا الشهر. بتقول لك ما هي أزمة مالية، يعني هي مش جابته بصيغة العقاب، هي تحدثت إنه لا يوجد هناك الإمكانيات حتى إنه ينزل الرواتب، لأنه الجامعة مسكرة، 700 طالب سحبوا تسجيلهم بجامعة بيرزيت، في مخاسر مادية، في مخاسر علمية، في مخاسر بحثية جراء هذا الإغلاق، فهو لم يندرج تحت إطار العقاب. لكن أود أن ننوه لنقطة مهمة، أنه إحنا حاولنا الوصول إلى أحد من إدارة جامعة بيرزيت حتى يكون الحوار مهني مع جميع الأطراف، لكنهم اعتذروا عن ظهورهم اليوم في الحلقة، البعض رفض والبعض الآخر قال أنه لديه اجتماعات لن يكونوا معنا في هذا اللقاء، وهذه مهم أن ننوه لهذه النقطة. فبالنسبة لنقطة الرواتب، هذا ما قالته الإدارة دكتورة. نعم. أظن أنه هذا موضوع آخر، ولكن أنا الأوان أيضا في الإعلام وفي نقاشاتنا المجتمعية أن نحاول أن نفهم ما الفرق بين الخطاب وما يقال وبين ما هي الحقيقة والجوهر. في الحقيقة والجوهر ما تقوم به الإدارة هي فعلا السعي لضرب العمل النقابي لسبب. هناك سياسات، وهي جزء من السياسات التي قمنا ضدها خلال هذا العام، هناك جزء من السياسات الذاهبة باتجاه التوفير المالي على حساب الحقوق، على حساب الجودة الأكاديمية. هناك رؤى ومخططات لدى إدارة الجامعة ومتخذي القرار في الجامعة باتجاه ضرب المزيد من الحقوق والانقضاض على الحقوق والتلميح بقضايا لها علاقة باتفاق سعر صرف الدينار، بقضايا لها علاقة بالهيكلية، إعادة الهيكلة، ضم دوائر، التخلص من موظفين. هذه هي الخطط، وبالتالي حتى يكون بالإمكان عمل هذه التحولات الجذرية على مستوى الجامعة، لا يمكن أن يكون هناك عمل نقابي جدي وقوي قادر على الوقوف أمام هذه السياسات القادمة. وبالتالي بأي حجج، بحجج مختلفة، هناك بالجوهر محاولة لمعاقبة
المطالبين بحقوقهم والملتزمين بالعمل النقابي، وهذا ما يقرأه جميع الموظفين من بيان الذي أصدر ويقول بدفع 50% من الرواتب. شوفي، جامعة بيرزيت معروف عنها دائما أنها منارة للديمقراطية وللحريات والعمل النقابي، وبصراحة هي تتميز بهذا الأمر عن بقية الجامعات، حتى أنه بالنسبة لحقوق الموظفين والعاملين قد تكاد تكون الجامعة الأكثر التزاما بإيفاء الحقوق للعاملين. أنا أتحدث هون مقارنة مع باقي الجامعات، يعني لأنه إحنا برضو في الإعلام ناقشنا قضايا كتير لجامعات أخرى من ضمنها نقابات أخرى تطالب بحقوقها. اليوم البعض يرى دكتورة وبصراحة أن النقابة تذهب بمغالاة كبيرة في ردود فعلها، لماذا لا ينتظم الدوام في الجامعة ويستمر الحوار والتفاوض واللقاءات بخصوص مطالب العاملين؟ لماذا تتعطل العملية التعليمية مع التأكيد على أن الجميع مع الحقوق النقابية والجميع مع أن تأخذ النقابة حقها؟ نعم، قضية الأولى التي تحدثت بها بأن جامعة بيرزيت منارة للعمل النقابي والعمل الطلابي الحر وما إلى ذلك، مهم الإشارة هنا إلى أن هذه إنجازات ومنجزات نقابية. يعني عندما نقول إنه في جامعة بيرزيت هناك عمل نقابي حر، فهو تحقق من خلال نضالات نقابية على مر سنين الجامعة. ما بنى هذه البيئة الحرة في جامعة بيرزيت هي هذه النضالات تحديدا، وبالتالي يعني نقول وكأن جامعة بيرزيت هي بها حريات، ولكن يجب أن ندرك بأن هذه الحريات هي نتاج نضالات طبعًا النقابات طبعًا والنتاج طبعًا نضالات، وهذا النضال لا ينفصل، هذا النضال النقابي لا ينفصل عن هذه النضالات التي تجعل الجميع يتغنى بجامعة بيرزيت وبالحريات فيها. أما بما يتعلق به لماذا لا نحاور والجامعة مفتوحة، نحن يجب التأكيد هنا مرة أخرى أيضا على الحقائق. عمليا نحن مع الحوار، نحن حاورنا عام كامل على كافة هذه القضايا. نحن حتى في هذه اللحظة نقول لتلتزم إدارة الجامعة بالاستجابة للحقوق، ومباشرة سيكون هناك تعليق للإضراب لنقاش كيفية تطبيق هذه الحقوق. بمعنى أن المطالب من الجامعة مطالب ليست بالصعبة، مطالب قابلة للتحقيق، ومطالب قالت الجامعة في أكثر من مناسبة بأنها مستعدة لتطبيقها، ولكن على أرض الواقع هذا لم يطبق. وبالتالي لذلك نقول بأن هناك أيضا رؤية ومخطط من الإدارة أيضا لاستمرار مدة هذا الإضراب لكي يكون هذا الاحتجاج على العمل النقابي وليس على سياسات الإدارة. طيب اسمحي لنا دكتورة، معنا على الخط الهاتفي الدكتور عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. دكتور عمار صباح الخير. تحياتي سعد، صباحك صباح ضيوفك والمستمعين والمستمعات. دكتور، كان لمؤسسات المجتمع المدني دور في أزمة جامعة بيرزيت، ولا بد طبعا أن يكون دائما دور لكل المؤسسات في هذه الأزمة. حبذا لو تخبرنا عن الدور في دور المؤسسات في هذا الموضوع أو في هذه القضية تحديدا. طبعا الهيئة المستقلة والمؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات، الكل بتابع بقلق ما يجري في جامعة بيرزيت، خاصة أنه يعني توقيت الإضراب، الأثار اللي ممكن تترتب على استمرار حالة تعطل الجامعة خاصة على الطلاب. كثير من الأهالي بتواصلوا معنا بطلبوا أنه يكون في تدخل، وإحنا طبعا دائما أو أولا نقول أنه أي أزمة نقابية يجب ويفضل أن يتم حلها في أطر نفس المؤسسة، لكن أحيانا ممكن يحصل حالة استعصاء أو حالة أو ممكن يصير تأخر، أو ممكن احنا نقول ان دور يعني لتقريب وجهات النظر بنحاول نلعبه. احنا صراحه التقينا كهيئه ومؤسسات المجتمع المدني مطولا اولا مع الاخوه في نقابه العاملين برئاسه الدكتوره لينا نعاري وزملائها وزميلاتها في النقابه،
التقينا معهم واستمعنا إلى يعني وجهة نظرهم في كل ما يجري وفي مطالبهم وكل الأمور هذه. وبالأمس كان لنا لقاء أيضا مطول مع إدارة جامعة بنزيد ممثلة برئيس الجامعة ونواب الرئيس ومساعديه. ويعني أنا بقدر أقول إنه إحنا من خلال متابعتنا بنشوف إنه الأزمة سواء من حيث المطالب أو من حيث يعني طبيعتها ليست يعني أزمة خطيرة ولا عميقة، وليس مطالب يعني شيء كبير، هي قضايا يمكن ببساطة حلها بالحوار المباشر وفي أطر الجامعة، خاصة إنه الجامعة بيرزيت أولا لديها نقابة عاملين منتخبة وبالتالي لا يوجد أي إشكالية في التمثيل النقابي، وأيضا يوجد لديها إدارة لديها خبرة طويلة في الحوار ومع سواء مع الطلبة أو مع العاملين، ولديها جامعة بيرزيت أعراف كبيرة في التعددية والعمل النقابي والعمل الطلابي. صحيح. وبالتالي بنشوف أن جامعة بيرزيت يعني تستطيع ويجب أن تحل المشكلة داخليا، لكن إحنا أيضا شفنا في المقابل بعض يعني التشدد هنا وهناك لاعتبارات قد لا تكون لها علاقة بجوهر المطالب بقدر ما لها علاقة بموضوع كيفية المطالبة بها من وجهة نظر مثلا الإدارة التي ترى أن الجامعة استنزفت بالإضرابات على مدار مثلا العام الدراسي هذا، عدد الأيام التي أغلقت بها الجامعة نتيجة الاحتجاجات والإضرابات سواء الطلابية أو العمالية تتجاوز 60 أو 65 يوم كما أبلغتنا الإدارة. وبالتالي الجامعة أصبحت مزعجة من موضوع الوصول يعني أسلوب العمل، وبالتالي يبدو الجامعة مستاءة من الأسلوب أكثر من المطالب نفسها. هلا إحنا بصراحة يعني أنا دون الخوض بتفاصيل شو اللي من بلوره كمؤسسات، يعني إحنا بعد لقاءاتنا مع الإدارة ومع النقابة كهيئة ومؤسسات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، يعني بدأنا أن نبلور فكرة المخرج للأزمة بناء على ما استمعنا إليه وبناء على ما يعني شاهدنا وبناء أيضا على الوثائق التي اطلعنا عليها بما فيها إعلان اتفاق الخليل اتفاق الجامعات الموحدة سنة 2016 والاتفاق الذي جرى لاحقا ما بين إدارة جامعة بيرزيت و نقيب أو رئيس نقابة العاملين في حينه في الجامعة، طلعنا عليها جميعا وأيضا بالاطلاع على كل الأمور هذه يعني تقريبا بدأ يتبلور لدينا شيء. إحنا سنقوم أيضا باستمرار الحوار واللقاء يعني التواصل مع الأطراف في الجامعة لتقديم يعني ممكن رؤية للحل أو للمخرج، ونأمل أنه يعني ورؤية للحل يعني في الآخر إحنا لم نتدخل في تفاصيل المطالب، هذه يتم حلها في أطر الجامعة، لكن هي فقط لدفع الأطراف اتجاه الحوار، وإحنا يعني ماشيين بهذا المسار، نأمل إنه الجامعة بأسرع وقت يعني في أطرها الداخلية تنهي الأزمة، لكن يبدو يعني بالإجراءات التي جرت امبارح سواء فيما يتعلق بالإعلان عن دفع الرواتب أو بإعلان النقابة الإضراب عن الطعام كمان اتخاذ إجراءات تصعيدية احتجاجية، يبدو الأزمة ليس لا تتجه نحو الحل إنما نحو التعقيد، وبالتالي إحنا سنستمر بالمتابعة وسنقدم مبادرة قريبا ونأمل إنهاء يعني هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن حفاظا على الجامعة وأيضا حفاظا على حقوق الطلاب وأهاليهم والعملية التدريسية والتعليمية. طبعا إحنا يعني ما طلقنا في الدخول في هذه الأزمة حقوقي بحت، إحنا مع حرية العمل النقابي لكن في ذات الوقت إحنا مع الحق في التعليم ومع يعني استمرارية وقدرة المؤسسة على الاستمرار، وبالتالي يعني دائما مقاربتنا تقوم على الموازنة بين الحقوق وعلى حفاظ على تمثيل النقابي وقوة العمل النقابي في جامعة بيرزيت الذي هو يعني مثال يجب الحفاظ عليه. صحيح. في فلسطين، لكن في ذات الوقت الحفاظ على أيضا حقوق الطلاب وحقوق يعني واستمرارية العملية التعليمية في الجامعة. وبالتالي ستكون يعني مقاربتنا هي حقوقية مبنية على الحقوق على قانون العمل على الحقوق المكتسبة، وفي ذات الوقت أيضا بالنظر إلى يعني الحقوق الأخرى التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار وأن تمارس أي حقوق نقابية بضوء أيضا التناسب وعدم الإضرار بالحقوق الأخرى. وستطلقون يعني هذه المبادرة قريبا كما فهمت منك دكتور؟ يعني إحنا بصراحة يعني ممكن نعلنها ممكن إحنا نطرحها بشكل مباشر مع الأطراف، يعني أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل لأنه في أكثر من يعني شاورنا إحنا وزملائنا امبارح يعني شركائنا في هذه المبادرة مؤسسات كان في تشاور حول كيفية المعالجة. إحنا بهمنا إنهاء الأزمة، بهمنا
إنه جامعة بيرزيت تبقى دائما هي المثال والمنارة في التعددية والحرية العمل النقابي وأيضا في التميز الأكاديمي. وبالتالي يعني إحنا نشوف شو ممكن دورنا يكون دون أن نفرض نفسنا على أحد، دون أن نكون يعني متدخلين في شأن الجامعة التي هي دائما يعني لديها أعراف وتقاليد طويلة في حل أزماتها. فبالتالي إحنا يعني الآن بلورنا شيء، سنتشاور مع الأطراف، سنستمر بالحوار معهم، ممكن يعني في مرحلة معينة يعني حسب التطورات، لكن بهمنا اللي هو إيجاد مخرج سريع للأزمة من أجل عودة انتظام الدراسة بما يحفظ أيضا حقوق العاملين. شكرا جزيلا لك الدكتور عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحياتي لك. دكتورة، شو رأيك ب يعني دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية أيضا كما تحدث الدكتور عمار؟ يعني نحن كما قلنا دائما بأنه خيارنا الأول هو أن تكون خلافاتنا ويتم حلها في داخل الجامعة، في داخل أطر الجامعة بين مكونات الجامعة. تحديدا في هذه الأزمة، هي ليست أزمة معقدة، يعني لدينا مطالب تتعلق باتفاقيات واضحة. طيب إذا ليش ما ينتظم الدوام وتطالبوا فيها ما دامها مش معقدة؟ بالضبط ضمن مسارين متوازيين. بالضبط المشكلة، وأيضا فيما يقول دكتور عمار والزميلات وزملاء من المجتمع المدني، بأن الجامعة تقول أن الحوار هو الوسيلة لتحقيق أي منجز. نقول بأننا حاورنا لمدة عام كامل، أعلننا نزاع عمل، شاركنا في وقفات لكي تستجيب. إذا نحن نحاور عام كامل على نفس هذه المطالب التي يقول الآن إدارة الجامعة بأن المطالب ليست المشكلة، ولكن المشكلة في الوصول إلى الإضراب للمطالبة بهذه المطالب. يوجد هنا نوع من هو المطلب اللي عليه الخلاف، مطلب اتفاق 2016، باقي المطالب تقريبا توصلت إلى تفاهم بخصوصها، صحيح؟ يعني المطالب هي مطالب نحاور عليها منذ سنة وأكثر. نعم، لكن هو المطلب اللي عليه الخلاف حتى هذه اللحظة ومطلب العلاوة. كلا، ليس فقط، يعني لدينا موضوع التأمين الصحي للعاملين، هذا وصلت له لتفاهم مع الإدارة كما فهمت، كما وصلني. كلا، وهذا موضوع آخر. تعود الإدارة بطرق مختلفة دائما لمحاولة الضغط باتجاه أن نخرج التأمين الصحي التكافلي من داخل الجامعة ومن اللجنة التي تديره إلى شركة خارجية، ويعود الحديث مرة أخرى ومرة أخرى حول هذا الموضوع. نحن يوجد اتفاق يؤكد اتفاق عمل نزاع عمل سابق واتفاق عمل جماعي يؤكد على بقاء التأمين الصحي التكافلي داخل الجامعة، ولكن نواجه إعاقات كثيرة. فبالتالي نعم، الحوار هو الحل، ولكن هناك شيء غير منطقي بتصريحات إدارة الجامعة عندما تقول بأن الحوار هو الحل لكافة القضايا. نحاور لمدة عام كامل من ثم نعلن نزاع عمل أملا منا في أن تستجيب الإدارة لهذه الحقوق وتطبق الاتفاقيات، فلا تحرك ساكنا. وعندما يبدأ أي إجراءات نقابية باتجاه التصعيد تقول مشكلتنا ليست مع المطالب ولكن بالأسلوب. مع الأسلوب. خليني أحكي على الأسلوب ورسالة وزارة العمل لكم، وأنت يمكن شاهدتيها أكيد. يعني وزارة العمل أيضا تقول بأنه بعد وصول المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بينكم وبين إدارة الجامعة إلى طريق مسدود، والذي عبرتم عنه في بياناتكم ومراسلاتكم الأخيرة الرافضة للالتزام بقرار الإدارة المختصة في وزارة العمل، والذي طلب منكم التوقف فورا عن إجراءاتكم التصعيدية بما فيها التوقف عن الإضراب المعلن من قبلكم لمخالفته
بكلية أحكام القانون، مما وضعكم في موقف لا نقبله لكم لما تمثلونه في نظرنا ونظر الكثيرين من منارة يهتدى بها بالالتزام بالحريات النقابية والمواقف النضالية إلى جانب الالتزام بالقانون، وهو ما عهدناه بكم دائما. ولم نتصور يوم النقابة كنقابتكم المشهود لها في كل المحافل والمواقع أن تقدم على خطوة وفعل منافي لمبادئها وقناعاتها ومواقفها الثابتة والتي دعت دوما للتمسك باحترام القانون. أما بخصوص تبريراتكم التي اعتمدت عليها للخروج على القانون، فاسمحوا لنا أن نصارحكم القول بأنكم جانبتم الصواب والحقيقة في كل ادعاءاتكم مع الأسف، ووضعتم أنفسكم في موقع وموقف لا يليق بكم وبنضالاتكم النقابية ومصداقيتكم التي تعودنا عليها. وسنورد لكم بعض النقاط، وهون يعني تحدثوا عن المادة رقم 60 من قانون العمل، النزاع الجماعي، بأنه انتزاع ينشأ بين العمال وأصحاب العمل حول مصلحة جماعية وما ينطبق على الحالة القائمة عندكم. ثانيا، حسب كتابكم الموجه لإدارة الجامعة والذي فيه نسخة لوزارة العمل، إعلان نزاع عمل والذي تضمن العديد من المطالب والبنود، فإنه يعتبر إقرار من قبلكم بإعلان نزاع العمل، وهو ما يتناقض مع ورد في بيانكم ورسالتكم الأخيرة التي نفيتم فيها وجود نزاع عمل، وهو الأمر الذي أثار استغرابنا ودهشتنا لأثار القانونية السلبية على النقابة وعلى جميع العاملين بالجامعة في حال سلمنا بموقفكم غير القانوني وغير الموضوعي. يعني في أمور أخرى كثيرة وزارة العمل، أكيد البيان شفتوه، شو ردكم كنقابة على هذا الموضوع؟ نعم، للأسف هناك مواقف ومتناقضة ورسائل متناقضة من وزارة العمل. في البداية عندما توجه الاتحاد لوزارة العمل لطلب رأي قانوني حول الخلاف حول اتفاق الكادر للعام 2016، أصدر وزير العمل كتاب لوزير التعليم العالي يؤكد بكيفية تطبيق هذا الاتفاق بما نطالب به نحن حالياً كنقابة. وفي خلال الحوارات قبل أن نصل إلى هذا الإضراب، نحن خلال حواراتنا في فترات معينة خلال العام الكامل ولكي نجنب الجامعة أي تعطيل، كان هناك جلسة بين إدارة الجامعة والنقابة بحضور وزارة العمل، وفي حينها كان رأي وقرار وزارة العمل بأن الاتفاق يجب أن يطبق، وبأن ما تقول به إدارة الجامعة حول وجود محضر لا يعرف عنه أحد هذا لا قيمة له. فهناك تناقض في المواقف بما يتعلق بهذه القضية، تحديدا في القضية التي هي محور هذه الرسالة. كانت إدارة الجامعة قد توجهت لوزارة العمل بطلب التوفيق. نعم. ومن المعروف أنه في حالة بدء عملية التوفيق يجب وقف كافة الإجراءات. نعم. نحن ردينا على وزارة العمل بخطاب قانوني، حاولنا الشرح لماذا هذه البنود لا تنطبق على هذه الحالة. قلنا مثلا بأن القضايا التي هي محل النزاع حاليا هي اتفاق عمل جماعي، وبالتالي المطلوب من الوزارة هي مراقبة هل تم تطبيق اتفاق العمل الجماعي أم لا، وليس محاولة التوفيق وكأن هناك قضية جديدة. نعم. فيعني كان هناك جدال قانوني، اختلاف جزء نعم، ولكن أظن كمان إنه جزء من هذه طريقة هذه المخاطبة هي طريقة مخاطبة بها انحياز، وجزء منها انحياز لإدارة الجامعة بعد أن كان هناك موقف مختلف. عندما طلب موقف قانوني رسمي كان موقف الوزارة مختلف. وبكل الأحوال أيضا يعني هذه المراسلة والطريقة نفع
أفهم أن تقول الوزارة حسب المادة كذا التي أشرتم إليها في رسالتكم، ولكن يعني هذا الحديث طريقة الخطاب الطويل حول النقابة هو خارج المهنية أظن. يعني هو نقطة الخلاف، وأنا أرجع وأقول نقطة الخلاف إنه اتفاق العمل الجماعي مع باقي الجامعات كان أن تصرف هذه العلاوة بشكل منفصل. جامعة بير زيت قامت بصرفها 7 سنين بعد الاتفاق أو 6 سنين بعد الاتفاق بشكل منفصل، ليس على الراتب الأساسي، على الراتب الإجمالي. أنتم تريدون أن تثبت على الراتب الأساسي، وهذا ما قالته لنا الإدارة بأنه لم يتم الاتفاق عليه، وبوجود جميع الجامعات التي ولا جامعة منها ثبتتها على الراتب الأساسي. هذه نقطة الخلاف الجوهرية دكتورة. يعني أظن أنه وهذا ليس بالغريب، يعني دائما هناك معلومات مغلوطة، معلومات غير صحيحة، يوجد باقي مغالطة. الجامعات، سؤالي إليك، باقي الجامعات كيف بتنزل لهم العلاوة اللي كانوا في الاتفاق؟ تصحيحا فقط للمادة، الاتفاق يقول إضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي، هذا هو هذا الاتفاق. نعم. طب هل تصرف على الراتب الأساسي لباقي الجامعات؟ نعم، هناك جامعة البوليتكنيك، هناك الجامعة التطبيقية، هنا صرفت هذه وأدخلت هذه العلاوة على الراتب الأساسي منذ البداية. البوليتكنيك؟ نعم، أي تم تطبيق الاتفاق كما هو. باقي الجامعات ما طبقوه؟ الجامعات التي وقعت على هذا الاتفاق هي 5 جامعات. نعم. هناك سيكون تطبيق بمجرد مراسلة من نقابة العاملين في الجامعة الأمريكية للإدارة بإدخالها إلى الراتب الأساسي دون الحاجة إلى أي إجراءات، سيتم إدراجها في 11. طيب هل جامعة بير زيت هي الجامعة الوحيدة اللي كانت تصرف هذه العلاوة بشكل منفصل من بين الخمس جامعات؟ كعلاوة مقطوعة؟ كلا. نعم. أظن في بيت لحم هناك أيضا بنفس الطريقة، فبالتالي يعني عندما نتحدث أنه لننظر من طبق ومن لم يطبق، لدينا اتفاقية، هذه الاتفاقية أيضا تم الوصول إليها بعد إضرابات نقابية وإجراءات من هذه نقابية الاتفاقية؟ لديك نسخة من هذه الاتفاقية؟ بالطبع بإمكاني تزويدك بكافة هاي، لأنه عادة عندما يكون هناك نزاعات وتأخذ أبعاد واهتمام مجتمعي، أحيان كثيرة تصبح المغالطات وعدم الدقة في القضايا هي السائدة. ومن ضمنها عندما يقال بأنه استعجلت نقابة العاملين في الذهاب إلى الإضراب، مع العلم بأن الحوار حول هذه القضايا تم خلال عام أكاديمي كامل، أي أننا نحاور حول هذه القضايا من عام لمدة سنة كاملة. طيب دكتورة، أولياء أمور طلبة جامعة بير زيت أيضا لديهم موقف وكلمة في هذا الأمر، هم وجهوا نداء عاجل لمجلس أمناء الجامعة ومجلس إدارة الجامعة وأيضا النقابة بالجلوس إلى طاولة الحوار التشكيل لجامعة متخصصة لدراسة جميع المطالب. هم ينضمون لنا عبر الخط الهاتفي معنا السيد سعيد زيدان من مجلس أولياء أمور طلبة جامعة بير زيت. أستاذ سعيد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين والدكتورة لينا. دكتورة لينا نعم معنا في الاستوديو. يعني أنتم كأولياء أمور طلبة بالبداية كيف تتابعون الموضوع؟ بداية للتصحيح، نحن لسنا مجلس طلبة أولياء أمور، نحن مجموعة من أولياء الأمور، حريصين على مصلحة الجامعة أولا. نعم. وحرصين على مصلحة الطلبة واستمرار العملية الأكاديمية والتعليمية ومسير الجامعة بير زيت. يعني نحن نتابع بالتفاصيل المملة ما يحدث في جامعة بير زيت كوننا أولياء أمور. يجمعنا هم مشترك، نتابع يوم بيوم أبنائنا الآن في البيوت، تعطلت العملية التعليمية، كانت معطلة في الفصل السابق أيضا بسبب إضراب مجلس الطلبة، هناك خسارة كبيرة في مئات الساعات الأكاديمية للطلبة، هناك تدني واضح في المستوى الأكاديمي للطلبة، هناك عزوف من أبنائنا الطلبة حتى وفقدان شهية للعودة إلى الجامعة وإلى الدراسة. ولذلك نحن مهتمون جدا أن تعود العملية التعليمية وأن يتم فتح أبواب الجامعة، وننظر بخطر حقيقي لما يحدث في الجامعة،
ولكن إذا بتسمحوا لي بها يعني بدي أحط بعض الحقائق أنا حتى يعني يسمع فضل. من لساننا كأولياء أمور فضل. يعني إحنا بداية لما بنتحدث عن جامعة بير زيت بنتحدث عن جامعة عريقة عمرها 100 عام لها مكانتها التاريخية في فلسطين وخرجت قيادات الشعب الفلسطيني ولها دور أساسي في المجتمع الفلسطيني بامتياز. صحيح. إحنا بنحب نأكد على بعض الأمور. أولها إن إحنا بنتفهم 100% أن هناك حقوق للعاملين والموظفين في الجامعة ونؤكد أنها حق لهم وهي خط أحمر يجب أن لا يتم تجاوزه. ونتفهم أيضا أن هناك حقوق لطلبة الجامعة ونؤكد أنها حق لهم وهي خط أحمر يجب أن لا يتم تجاوزه. في نفس الوقت نتفهم أن الجامعة كجامعة أهلية كباقي الجامعات في فلسطين تمر في أزمة مالية حقيقية بحاجة إلى وقفة جادة من كل الجهات من كل أصحاب القرار على رأسها إدارة الجامعة ومجلس الأمناء للخروج من هذه الأزمة طبعا بالتعاون مع جميع الأطراف من النقابة مجلس الطلبة مجلس التعليم العالي وزارة التعليم العالي مؤسسات المجتمع المدني وأولياء الأمور كذلك. لكن بنفس الوقت إحنا بنرى بشكل واضح وجلي أن الإضراب المفتوح ليس هو الحل الذي يمكن من خلاله التوصل إلى حل الأزمة. الإضراب المفتوح والإضرابات المتكررة زادت من تفاقم الأزمة وأدت إلى خسارة مكانة الجامعة في فلسطين وانخفاض عدد طلبة الجامعة المسجلين وانخفاض نسبة تسديد الرسوم وتدني مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة. أعطي مثال سريع هو الإضراب الحالي جاء في وقت يعني أثر بشكل كبير على عدد الملتحقين بالجامعة من الطلبة وأدى إلى عدم تسديد الطلبة للرسوم الدراسية مما سيزيد في تفاقم الأزمة المالية. وإحنا بنعرف أن بجوز 80 أو 90% من الإيراد للجامعات هو من الرسوم اللي بيدفعوها الطلاب. فهذا الموضوع خطير جدا وإحنا يعني نقف وقفة بمسافة واحدة من جميع الأطراف لتحصيل الحقوق للعمال الموظفين وللطلبة. ولكن لا نرى إن حقيقة لا نرى إن الإضراب المفتوح هو الحل. يعني وصلنا لمرحلة كسر العظم في الجامعة وما بدنا نوصل لمرحلة أن يكسر عظم أي جهة من الجهات. عشان هيك إحنا دعوتنا كأولياء أمور كانت دعوة ومناشدة بصورة بسيطة جدا أن يكون الحوار هو من يغلب على كل شيء. يكون في طاولة حوار يكون في طاولة نتفاوض عليها. وجامعة بير زيت خرجت القيادات اللي فاوضت عن الشعب الفلسطيني. صحيح. يعني مش صعب إننا نتفاوض داخل الجامعة ونحل مشاكل الجامعة داخليا. وأنا متأكد إن رح نوصل لإشي ما دام النية موجودة لحل الإشكاليات ستحل الإشكاليات. أستاذ سعيد هل لديك أي سؤال بما أنه معنا الدكتورة لينا رئيسة النقابة؟ هل لديك أي شيء بالنسبة للدكتورة بتحب تسأل سؤال من مجموعة أولياء الأمور؟ يعني تفضل. أنا مضبوط قبل ما أسأل السؤال بدي أقول إشي راح أسأل السؤال فضل. إحنا يعني شاعرين كأولياء أمور مما نسمع يعني إحنا على الأقل يعني اللي بنشوفه بيانات النقابة بنشوف صفحات الفيسبوك بنشوف بيانات الجامعة بنشوف بيانات مجلس الأمناء يعني نشعر كأولياء أمور إنه الحوار بابه مفتوح ويمكن أن تصل النقابة إلى حلول مع الإدارة. ممكن إنها تكون النقابة بتشكيل مجموعات ضغط على إدارة الجامعة من خلال أولياء الأمور مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة مجلس التعليم العالي اتحاد نقابات العاملين في الجامعات تشكيل صندوق حماية وأمان للجامعة من رجال أعمال ومؤسسات داعمة وشركات القطاع الخاص يكون مخصص لدعم موظفي الجامعة ونشاطاتها. إن يكون في تشكيل لجنة دائمة من مجلس الأمناء وإدارة الجامعة والنقابة ومجلس الطلبة يوقفوا على كل الإشكاليات اللي بتمر فيها الجامعة. أنا السؤال المباشر للدكتورة مع كل الاحترام والتقدير إلها سؤال واحد وبسيط: هل بقاء الإضراب المفتوح وزيادة عليه الإضراب عن الطعام اللي أعلنتوا عنه مبارح هل من وجهة نظركم هو الحل للمشكلة؟ يعني لو بقيت الجامعة بالتعنت الموجود حاليا إدارة الجامعة بتكون تعاطينا مع جميع المطلوب وإحنا فاتحين باب الحوار ولم ينتهي والنقابة بتكون لن نعود إلا بتحقيق مطالبنا وصلنا للديدلوك هل هناك رؤية لدى النقابة للخروج من الأزمة ضمن المعطيات الحالية اللي بين إيدينا؟ هذا هو السؤال المباشر اللي عندي. نعم
طيب أشكرك أستاذ سعيد زيداني من مجموعة أولياء أمور طلبة جامعة بير زيت، شكرا لك على هذه المداخلة، ونعود لك دكتورة لينا إذا بتحبي تجاوبي على السؤال الأخير ورأيك أيضا في موقف أولياء، هو موقف طبيعي لأولياء أمور خايفين على مستقبل أبنائهم طبعا. يعني أنا أتمنى أن أتعرف على هذه المجموعة ومن تضم بالضبط، وأن يكون هناك نقاش جدي، لأنه هناك الكثير أيضا من أولياء الأمور، ومع العلم أننا نحن أيضا أولياء أمور جزء صحيح. كبير من موظفي الجامعة هم أولياء طبعاً. أمور، فمن المهم الحديث وسماع ماذا يقول أولياء الأمور، لأن هناك آراء أخرى أيضا تصل إلينا، في وتحديدا أن مطالبنا هي مطالب تصب في صلب العملية الأكاديمية، في الارتقاء بالجودة الأكاديمية، والكثير من أولياء الأمور معنيون أيضا ليس فقط بأن تكون الجامعة مفتوحة أم مغلقة، ولكن أيضا ما هي الجودة الأكاديمية التي تقدم لأبنائهم، فبالتالي هم داعمون لهذه المطالب. دائما نحن منفتحون للجلوس، يعني نحن أولياء الأمور لم يجلسوا معنا لكي يسمعوا ما هو النهج الذي انتهجناه، كيف حاورنا لمدة عام كامل، كيف أن مطالبنا ليست صعبة المنال وبإمكان الإدارة الجامعة تطبيقها، وبالتالي كان بإمكان أن يقوم مجموعة أولياء الأمور بالضغط أو توجيه الضغط على إدارة الجامعة للالتزام الفوري بهذه الحقوق قبل الوصول أصلا إلى كل هذا التصعيد. وهنا يعني هذه الأصوات التي تنادي، ومن ضمنها الأخ سعيد، بأنه هل ترون كنقابة أن الحل يكمن في الإضراب المفتوح وفي الإضراب عن الطعام الآن؟ هل باعتقادك هذا سيوصلكم إلى الحل وإلى النتيجة المرجوة؟ يعني بالنهاية، وكما قال إنه بما أن هذه المطالب قابلة للتطبيق، كل عملية إعلان نزاع العمل كان محاولة للضغط على إدارة الجامعة للتجاوب، ولم تتجاوب ولم تتحرك. الإجراءات التدريجية كانت بهدف الضغط على إدارة الجامعة لتتجاوب ولم تتجاوب، وهي أيضا أركنت إدارة الجامعة بدل الاستجابة للحقوق، أركنت أنه سيكون هناك مجموعات لتضغط على النقابة للتنازل عن حقوقها، وبالتالي هذا سيؤكد تعنت إدارة الجامعة. فالمشكلة أصبحت بكل بساطة، وكما قال أيضا دكتور عمار دويك، بأن الجامعة تقول لا مشكلة لديها مع هذه في تطبيق هذه المطالب. إذن لتطبق هذه المطالب ولن يكون هناك ولا أي يوم تعطيل ولا حاجة للذهاب إلى التصعيد، ولكن تحديدا في إعلان خطوة الإضراب عن الطعام هي جاءت فعلا لحماية العمل النقابي. التهديد العاملين، وتحديدا العاملين الذين التزموا بالإضراب للمطالبة بحقوقهم، بأنكم منذ اليوم إن شاركتم في أي إجراءات نقابية سيتم الخصم من راتبكم، فهذا خطير جدا. رأيناه في حالات سابقة، رأيناه في حراك المعلمين وإضراب المعلمين، يعني وأيضا ودائما لم يكون لا يكون بشكل مباشر، أنا هنا لكي أمنعك من أي مشاركة في عمل نقابي، بالتأكيد قادم. دائما سيكون هناك. أنت باعتقادك 50% من الراتب هي إجراء عقابي بسبب الإضراب؟ بالتأكيد، يعني هذا إجراء عقاب جماعي لكل من يشارك في المطالبة بالحقوق. طيب، وهذا خطير جدا بالمناسبة. طبعا دكتورة، بما يتعلق في رأي بعض الأساتذة والموظفين في الجامعة مثل الأستاذ أحمد حرب، يعني هو معروف بقامته ومعروف بمكانته وتحديدا داخل الجامعة، الذي قال بما معناه باختصار لا داعي من النقابة أن تذهب إلى هذا الإضراب وتعطيل العملية التعليمية. أيضا هو هجم على رأيه
من البعض، لكن هون أنا ما لنا دخل في ما كتب من تعليقات. أسألك اليوم كيف تنظرين إلى هذه وجهة النظر مثلا؟ مرة أخرى نحن نحترم الجميع، نحترم جميع وجهات النظر. هناك أحيانا، وهذه يعني إشكالية، هناك أحيانا وجهات نظر يتم الترويج لها بشكل واسع في الإعلام، لأن الكل سأل. أنا لم أرى إلى أن سألني الجميع بأنهم رأوها على صفحة لإذاعة وإلى آخره. يكون هناك أحيانا ترويج، هذا رأي الدكتور أحمد حرب وهو رأيه، وهناك آراء كثيرة أخرى من أساتذة وأكاديميين موجودين بالجامعة ولديهم تفصيليات ما يحدث. دكتور أحمد حرب مع كل الاحترام له، القضية الوحيدة التي تحدث بها هي التسرع بالوصول إلى الإضراب، أنه مع الحقوق المشكلة هي في التسرع. ولذلك من المهم جدا معرفة التفاصيل، يعني ليس الجميع مطلع. لا، هو على قال أساند وخطوات. نعم، أساند أقول بمطالبها بالكامل، يعني يقول وبتطبيق الاتفاق لعام 2016، لكن هو يعني قال لا أساندها وأختلف بشدة بلجوءها المتعجل إلى الإضراب المفتوح. تحديدا هذه المقولة، اللجوء المتعجل عجل للإضراب المفتوح، هي الجزئية التي أعتقد بأنه كان مهم أنه زميلنا أن يكون مطلع. أنتوا بتشوفوا أنه ما استعجلتوا، أنتوا بتقولي يعني دكتورة إحنا إلنا عام كامل نحاور، وبالتالي لجوءنا للإضراب ليس خطوة استعجالية. يعني نحن نعيد ونكرر هذا الحديث، الإدارة ذاتها، لجنة الحوار عن الإدارة، مدركة وتعرف كم المرات التي راسلنا فيها الإدارة خلال هذا العام حول هذه القضايا، حول الجلسات التي حاورنا فيها حول هذه القضايا. وصلنا إلى مرحلة بدء بإجراءات نقابية، وتمت العودة بعد جلوس مع بوجود وزارة العمل التي أقرت بأنه يجب تطبيق هذه الاتفاقية. تحاورنا مع الجامعة، طلبنا منها أن تعطينا ما هو الأثر المالي، لأننا بالنهاية هذه جامعتنا، ونحن عندما رأينا بأن الأثر المالي هو ليس لا يشكل أي عبء على الجامعة، الجامعة بإمكانها تنفيذه. تحدثنا عن الالتزام بالحق، الاعتراف بالحق، ومن ثم بالإمكان التفكير في آليات التطبيق وإلى آخره. هذا جرى على مدى عام كامل حول نفس القضايا التي يعني نتحدث يقول مثلا عنها. تبقى أسبوعين على انتهاء الفصل الصيفي، لماذا لم تنتظر النقابة انتهاء الفصل الصيفي على الأقل والانتظام بالدوام مع بداية السنة؟ يعني خاصة أنه هذا الاتفاق مر عليه 6 سنوات، يعني كان بالإمكان اتخاذ إجراءات تدريجية. هو لم يعني يمر عليه 6 سنوات، هو اتفاق 2016. اتفاق 2016 كان من المفترض أن تدخل 15% كنسب إلى أن انتهت، دخلت جميع النسب ولكن بقيت كمبلغ مقطوع ولم تصبح جزء من إلها 6 سنين مبلغ مقطوع. نعم، النسب تدخل مبلغ مقطوع، ونحن كنا ننتظر انتهاء هذه النسب لكي تدخل إلى الراتب الأساسي لكي يحصل العاملين على الحقوق المترتبة عليها. ولكن هنا أيضا أقول إنه هناك أحيانا جمل يتم تكرارها في الإعلام وعلى مواقع التواصل، تكررها إدارات الجامعات، تكررها أي إدارات في أي مكان، وتصبح هي المتداولة. ما هي؟ تحديدا الأولى عندما نقول لا يجب الوصول، الحوار هو الحل، الحوار هو الحل. في هذه الحالة حاولنا لمدة عام كامل. القضية الثانية هي عن توقيت الإجراءات النقابية. نحن عندما أعلننا نزاع عمل، أعلننا نزاع عمل لأننا لا نريد الوصول إلى إجراءات نقابية. يعني نحن كنقابة عندما بدأنا تدريجيا الوقفة الأولى أمام مبنى الرئاسة لكي لا نضطر لأن نقوم بأي عملية تعطيل. يعني نحن نقوم بكافة الإجراءات التي بإمكانها حث الإدارة والضغط عليها لتوقيع للاستجابة والالتزام بالاتفاقيات، ولكن لا تحرك الإدارة أي ساكن،
وعندما نبدأ بإجراءات وبدأنا بإجراءات تدريجية يبدأ الحديث عن التعطيل وتعطيل المؤسسة، وبالتالي طريقة إدارة لأنه في الإعلام لم يصل الخبر إلا بعد بدءكم الإضراب، لأنه هذه الأمور والحوارات والنقاشات صحيح. كانت تتم خارج عن التغطية الإعلامية. الآن عندما تعطلت العملية التعليمية وتم الإعلان عن الإضراب، هنا صار الضغط وهنا صار الحديث. يعني لم يكن هناك أي توجه من النقابة قبل ذلك حتى للإعلام، يعني لماذا لم تتوجهوا للإعلام للحديث عن إجراءاتكم والحديث عن مطالبكم قبل اللجوء إلى الإضراب؟ بدأ الإضراب ثم بدأت التغطية الإعلامية، لذلك بدأ الحديث دكتور. نعم يعني نعم. قد نقول بأنه كما دائما يعني نحن نثق بمكونات الجامعة، نثق بأن صحيح. الحوار يجب أن يكون داخل مكونات الجامعة وليس عبر وسائل تمام. الإعلام، ولكن نعم يعني أظن أنه يعني يجب التريث قليلا حتى في الإعلام، يعني ما الذي يتم تداوله؟ يعني دور الإعلام هو فعلا محاولة فهم القضايا بجوهرها دكتورة، لأنه نحن هنا يعني أكثر الناس يعني، وهنا أتحدث ليس عن الإعلام ككل، عن هذا البرنامج وعن عن وطن تحديدا، أكثر من فتحنا لهم منبرهم نقابة العاملين بصراحة، أكثر من غيرهم من باقي الأطراف، فبالتالي بالعكس إحنا نسمع من الجميع، وأيضا أنتم ب ما يتم تداوله من خلال تصريحاتكم نتحدث بها لدى الأطراف الأخرى. لا بالتأكيد، وتتحدثون عن ما يقوله الأطراف الأخرى أمامنا، فبالتالي إحنا لا نتداول شيء ونترك شيء آخر، يعني كما فهمت من كلامك إحنا نتداول جميع المصطلحات والمفاهيم وما يتم. الآن الحديث عن حوار هو حق مشروع الناس الطالب بحوار، لأنه في عملية تعليمية تعطلت، وذلك مش هذا ليس مصطلح يتم تداوله على الإعلام، هذا مطلب مشروع من الناس روح للحوار. هلا انتم بتقولوا احنا رحنا سنه، فهمهم لك حق الرد، تطلع تقولوا يا عمي احنا حاورنا سنه ونص ولا يوجد هناك اذان صاغيه، وهذا ما تحدثت به لا ليس هذا يعني المقصود عزيزتي ريم بما يتم تداوله حول الإعلام، وانا اتحدث بصوره عامه يعني قله من البرامج التي تحاول تناول القضايا بعمقها، بمعنى نتحدث عن جامعة بيرزيت، ما يظهر فقط يجب فتح الجامعة، يجب فتح الجامعة. مهم جدا التوقف، يعني وإنه أبنائنا لا يذهبون إلى الجامعة مثلا. الحديث من قصدك الأهالي عن النتائج والأثار قبل الحديث عن لماذا أو عن الظاهر وليس جوهر القضايا، عشان هيك حضرتك موجودة معنا نعم. اليوم عشان بمعنى عن الجوهر. بمعنى أنه عندما نقول بأن جزء من هذه النضالات الحوارات والنضالات النقابية التي نقودها هي حول جوهر جامعة بيرزيت، ما معنى مؤسسة أكاديمية تعليمية؟ كيف يجب أن تدار هذه المؤسسات؟ نعم. ما هو نوع المعرفة التي نريد أن ندرسها للطلبة؟ ما معنى مؤسسة جامعة في سياق مستعمر؟ ما هي المعرفة التي نريد أن نمررها للطلبة؟ ما هو شكل المؤسسة وإدارة المؤسسة الذي بإمكانه أن ينتج ويشجع معرفة وتكون معرفة تحررية، معرفة صحيح. تتحدث عن الحقوق وأيضا الحريات، كيف يتعلم الطالب في الجامعة ما هي حقوقه وكيف يطالب بحقوقه وإلى آخره، ما إشكالية أن تدار الجامعات بمنطق الشركات، كيف أوفر وبالتالي بالإمكان التوفير المالي بزيادة عدد الطلبة في الشعاب، بالإمكان التوفير المالي بدل استقطاب أساتذة جدد لكي يقوموا بتطوير الجودة الأكاديمية. في سياسات التوفير المالي أتوجه إلى الاعتماد على أساتذة غير متفرغين، وهم ليسوا جزء من بنية مجالس الدوائر، هم بالعادة يعني مطلوب منهم أن يدرسوا حصصهم، ومن ثم كيف نبني هذه المؤسسة؟ هذه قضايا مهمة وهي في صلب
نقاشاتنا وحوارات منذ أعوام كثيرة. برأيي أنه وأنا لا ألوم الإعلام بشكل عام، ولكن أقول هناك قضايا جوهرية وهي في صلب مطالبنا النقابية. هل مؤسسة تعليم عالي أو هل جامعة لا تصون حقوق العاملين فيها وبالتالي تدفعهم طبعاً. إلى عدم الشعور بالانتماء طبعاً. هل هذه الجامعة ستكون قادرة على منح معرفة، وهي معرفة ليس فقط على المستوى المعرفي وأيضا على المستوى الحقوقي وكيف تبني شخصية، كل هذه القضايا مهمة. وبالتالي لذلك نطلب من المستمعين فعلا محاولة فهم القضايا بجوهرها وعدم الحديث فقط جامعة مفتوحة أو لا من المسؤول، وتحديدا لأن مطالبنا النقابية في هذا في صلب هذا في صلب هذه في صلب الرؤية للمؤسسة. أود أن أؤكد دكتورة على كلامك أن صون الحريات النقابية والحقوقية من أهم الأمور التي ستؤسس إلى بناء جيل طلابي واعي مثقف، وخاصة أننا نقبع تحت الاحتلال. يعني الحريات أهم، يعني لا يمكن لشعب مقموع فئة لا تحصل على حقوقها أن تستطيع أن تتعلم وأن تتخرج من هذه الجامعات. الجامعات يجب أن تكون منارة لصون الحريات أولا وتحصيل الحقوق، وهذا مهم جدا ولا أحد ينكره. وعشان هيك إحنا اليوم حبينا نحكي معكم أكثر باستفاضة لتوضحوا هذه الصورة أكثر للناس. بالمختصر وبالنهاية نتمنى أن تصل الأمور إلى تحقيق المطالب المرجوة، إلى انتظام العملية التعليمية. نحن بالنهاية جامعة بير زيت بتعز علينا جميعا. أنا خريجة الجامعة، كثير من المستمعين هم خرجوا هذه الجامعة العريقة، وبالتالي أن تنتظم بها العملية التعليمية. شكرا لوجودك معنا اليوم الدكتورة لينا معاري، رئيسة نقابة العاملين والموظفين والأساتذة في جامعة بير زيت. شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا، وأيضا لضيوفنا الذين كانوا معنا خلال الحلقة. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. شكرا زملائي، ومني ريم العمري أطيب التحيات، إلى اللقاء. كلمة في صفحة إلها معنى بيحمينا، زي الصاحب وقت الشدة تلاقيها، لما بنحتاجها على طول بتعطينا، في كل مكان ينتشر لترضينا. احنا معها متواصلين، هي هي ترسل العالمي للتأمين. ترسل العالمي للتأمين، تطورنا لنعكس نجاحكم. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف شوف مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا باعلان اذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف انه الفايبر بسرعه البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي. من سيتي بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب، وصار عندنا برنامج حسابات التوفير. من سيتي بنوفر سوا وبنفرح سوا، ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60000 دولار، وفروا اربحوا على طول، وجائز تاني بنص مليون، كل جائز ربع مليون دولار كل 3 شهور. يلا نوفر ونربح مع بنك فلسطين. افتحوا حساب توفير أو غذوا حسابكم ب $200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. تقدر تحكي بالت الجيجا فايبر 10 مرات. جيجا فايبر بايت بعد ايش؟ لا تكلا 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 ايش تكلا ايش طلقة طلقة وبنزحش. لا تكلا 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 ايش تكلا ايش بقطع ايش بقطع ايش. انا مش ضاوي انا هاوي، مش معلق انا محلق، طلقة طلقة وبنزحش. بتشكلب وقاعد على المكتب بقطع ايش بقطع ايش بقطع ايش. لا تكلا 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 تكلا
بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير وصلنا لكل دجاج عزيزة حكاية إبداع وتطوير يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنة دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة وين؟ هما شو يا معلم؟ خط نابلس رام الله جبته بربع ساعة ول هو كان خط فايبر بالتل جيجا فايبر أسرع انترنت منزلي قشطة يا عم سمعني كلام ونهارك فل يا سيد الكل كل حدا بتشوفه ببالع جبالك قشطة من البنار أخضر من يلي ببالع القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي دور القشطة دور يا عيني يا عيني على القشطة دور يا ليلي يا ليلي على القشطة دور القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى البنار اختيار كل الدار بدنا نعمل أسرع إعلان يلا بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي شو هاد؟ إعلان بالتل جيجا فايبر بس من سرعته مش رح تسمعه بالتل جيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات جوازنا كترت والفرحة كبرت شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير توفير 22 حلمك صار بالإيد توفير 22 ربحك مش بعيد توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت افتح حساب توفير بمية دولار أو أكثر أو غدي حسابك الحالي لا تدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى للمزيد www.islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار لما تكون موجوع وما حد سامعك بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود ولما تكون مهموم وما حد سألك والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا ستة سبعة بيضربوه أصرخ وعلي صوتك وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا شد حيلك يا وطن برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول سياسية، اقتصادية واجتماعية شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري شد حيلك يا وطن صوت حر لضمير حر هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول والاتصالات الفلسطينية بالتل غير بكرة شركة ترست العالمية للتأمين الاختيار الأول البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية حديثة
شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.